عندي واحد تحيه لاعضاء الجروب ديالي. مالو مرحبا. بغيت نصبح على اعضاء الجروب ديالي اري غورمون شي زينات الوان، ونشكرهم بزاف على التشجيعات ديالهم، وكذلك نصبح على المستمعات الغزالات ديالنا. وبسم الله غادي نبداو بورق العنب. اليوم عندي لكم طبيله غزاله ديال الاطباق الشرقيه والاطباق الشاميه. دابا كنشوفوا ان ولا ميول بزاف لهذا الطبخ الشرقي والطبخ الشامي، وحتى لا بغينا ناكلوا في لي ريستورون ولا نمشيو على برا باش نقتنيوا هاد الوجبات كيكونوا غاليين شويه. دونك اليوم غادي نقربوا السيدات البيوت ديالهم الوصفات الشرقيه. اول وصفه هي وصفه ورق العنب، غيكون محشي بالرز. غنحتاجوا ورق العنب، ودابا ورق العنب راه متوفر في قريعات مرقد بحال كيف ما كنشريو الزيتون مرقد، او نستعملوا اوراق العنب من الداليا. طريقه الا بغينا نستعملوا اوراق العنب من الداليا، كناخذ واحد الطنجره كندير فيها الماء حتى كيغلى، وكنسلقوا اوراق العنب ماشي بزاف، خصهم يبقاو شويه قاصحين باش ما يتقطعوش لنا فاش نجيو نلفوهم. دونك كنحتاجوا ورق العنب، وكنحتاجوا لواحد الحشوه كنحتاجوا فيها الرز خضر ماشي طايب، كنغسلوه مزيان وكنصفيوه، ولا نسلقوا الرز نص سلقه الا كانت عندنا لاكاليتي ديال الرز ما كيطيبش دغيا. دونك نسلقوا الرز نص سلقه، ثم كنضيفوا ليه حبه ديال البصله مقطعه رقيقه، دريسات ديال الثومه محكوكين، جوج مطيشات مقطعين رقاق ومحيدين لهم القشره والزريعه، واحد الخمسه الوريقات ديال النعناع خضر مقطع رقيق، غنحتاجوا القزبر والمعدنوس مقطع رقيق، نص كاس ديال عصير الحامض. وكيف ما كتعرفوا ان ورق العنب كيكون محمض، كيكون فيه داك لاغياغو ديال الحامض كيكون عاطي بزاف. غنحتاجوا شويه ديال الملح، البزار الابيض من الاحسن، القليل من راس الحانوت ولا لي كاتر زيبيس على حسب اللي متوفر عندكم. غنحتاجوا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنخلطوا هاد العناصر جيدا. نعاود لكم المقادير ديال الحشوه. غنحتاجوا واحد الكميه ديال الرز تقريبا واحد 500 غرام مغسول مزيان، من الاحسن يكون خضر، انا كندير رز خضر ولكن تقدروا تسلقوه نص سلقه. دونك كنضيفوا ليه بصله مقطعه رقيقه، من الاحسن تكون بصله بيضاء، دريسات ديال الثومه محكوكين، جوج مطيشات مقطعين رقاق، غنحتاجوا النعناع خضر مقطع رقيق، القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، نص كاس عصيرة الحامض، الملح، البزار، القليل من راس الحانوت ولا لي كاتر زيبيس، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ونخلطوا الكل جيدا. كناخذ الحشوه وكنجمعها على شكل حريبلات، ثم كناخذ الوريقات ديال ورق العنب وكنعمرهم وكنشدو مزيان من الجوانب وكنلفهم مزيان. كناخذ طنجره ديالي كندير فيها شرائح ديال البصل في الطنجره، كتكون ثقيله باش ما تحرقش ليا، ثم كندير قطع ديال مطيشه دواور، كندير قطع ديال الحامض، وفي الاخير كنستف ورق العنب ديالي اللي حشيته. وكناخذ واحد كنحضر مرق، سواء كندير واحد الضامه ديال البنه في الماء وكنحضر بها مرق، ولا كندير عطينا بزاف ديال الوصفات ديال طريقه تحضير المرق، يعني كندير خضيره مع دومات ولا طريفات ديال اللحم، وكنحضر واحد المرق باش كيجيني ورق العنب ديالي من السم، كيكون نسم مرق اللحم او مرق الدجاج. كندير واحد طبصيل باش كنتقل داك ورق العنب باش ما كيتحلوش ليا داك الوريقات بحال اللي كنتقلهم، وكنغطي الطنجره ديالي وكنخليها كطيب على نار مهيله، خصو يطيب تقريبا واحد 3 سوايع باش يجيو فتيين، كنقدموه مع شرائح ديال الحامض وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه والراحه، تبارك الله عليك شيف زينه سلوان، الحادقه ديالنا مغربيه ولكن تبارك الله عليها كتضبط النكهات والمذاقات ديال المطابخ العالمية.